السلام عليكم ورحمة الله. احنا الآن في منطقة بلدلي، جينا نصور لكم شقة 3 غرف صالة. مساحة الشقة 140 متر مربع، الدور الأول. ندخل نشوف الشقة. طبعا عندنا المدخل هنا زي ما انتم شايفين، مساحة واسعة. عندنا على اليمين على طول الغرفة الأولى، طبعا لها بلكونة. نطلع نشوف البلكونة. عندنا البلكونة هذه، طبعا البلكونة مشتركة ما بين المطبخ وغرفتين. شوف تفاصيل الشقة. نجي هنا على اليمين، عندنا المطبخ، طبعا زي ما انتم شايفين دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. الشقة داخل مجمع سكني متكامل، فيها مواقف سيارات مغلقة، ألعاب أطفال، حراسة أمنية، موقف خاص لكل سيارة أو لكل شقة. طبعا زي ما انتم شايفين دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. الشقة داخل مجمع سكني. وعندنا هنا الصالون، مساحة واسعة جدا ما شاء الله تبارك الله، أيضا لها مخرج على البلكونة زي ما ذكرنا، مخرج من الغرفة الأولى، مخرج من المطبخ، مخرج من الصالون. طبعا الشقة في الدور الأول. نكمل نشوف تفاصيل الشقة. عندنا هنا دورة المياه الأولى أكرمكم الله، دورة المياه الرئيسية مع المروش أكرمكم الله. وعندنا هنا الغرفة الثانية، مساحات واسعة وشرحة. وأخيرا عندنا غرفة النوم الرئيسية، طبعا لها بلكونة خاصة فيها، بالإضافة إلى دورة مياه خاصة فيها مع مروش. طبعا نظام التدفئة تدفئة مركزية عن طريق الغاز الطبيعي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.